الأصدقاء الأعزاء، العاشر من رمضان 2021. مرة أخرى من مقام السيكا أعزف من كلام محمد حمزة وألحان كمال الطويل وغناء العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، قولوا له الحقيقة. لكن بدي أعزفها عشان سبب تاني. يعني السبب الثاني هو أنه عبد الحليم مرة سمعها من منشدين بيقولوا عليها كلام ديني، وحطوا عليها كلام أعجبه كتير كتير، حتى هو مرة دندروا هيك بصوته مسجل موجود على الإنترنت، بيقول روحوا له المدينة، روحوا له وشهدوا ويباركوا وعهدوا نبينا محمد، روحوا له المدينة. فقولوا له الحقيقة من ألحان كمال الطويل، قولوا له الحقيقة بحبه من أول دقيقة. Thank you.